أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة التسابيح وما هي إن كانت صحيحة؟ صلاة التسابيح بدعة، هذه لا يجوز فعلها، لأن الحديث الوارد فيها حديث باطل غير صحيح، ليس له سند صحيح، وهي أيضا في صفتها مخالفة للصلوات، لأن فيها قراءة في الركوع، قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا ليس في الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن، أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وإنما قراءة القرآن في حالة القيام فقط. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فصلاة التسابيح مخالفة للصلوات في صفتها، وسندها ساقط لا يحتج به، فهي بدعة من البدع. والذي يريد الخير ويريد الصلاة، الصلوات المشروعة والموافقة للسنة كثيرة ولله الحمد، صلاة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، كل هذه صلوات، والتنفل المطلق في الليل والنهار ما لم يكن وقت نهي، المجال مفتوح لمن يريد ويصلي الصلوات المشروعة المعروفة، ولا يلجأ إلى الصلوات الشاذة والغريبة.